السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سأتحدث عن عمليات الحفظ والاسترجاع في بايثون. نبدأ أولا باستيراد مكتبة بيكل، نكتب import pickle. بعدها بنكون الملف النصي أو القوائم أو المتسلسلة التي أريد أن أحفظها على وسيط التخزين عندي. بكتب هنا اسم المتغير الخاص بالملف، افتحه example object، وبكتب هنا مثلا المصفوفة او المتسلسلة اللي اريد حفظها. بعدها بنفتح ملف، بكتب هنا file object، بستخدم متغير اسمه file object، بستخدم هنا open the reserved word، اقول له افتح لي ملف اسمه data object، وهنبدأ فيه write باينري. اكتب هذا الملف باينري، اكتبه بنظام الثنائي. وانا وضعت هنا WB، ودي ايضا من الكلمات اللي بنستخدمها كمعلومات ان يتم تخزين هذا الملف كباينري. بنستخدم هنا مثلا pickle.dump، مكتبة pickle اللي انا سبق استوردتها. بكتب هنا بستخدم منها الموديل dump example object، باخد الملف اللي انا فتحته وهنا بقول له example object، وبستخدم في المعلمة الثانية file object، يعني احفظ هذا الملف المتسلسلة او هذه القائمة اللي انا فتحته وضعته في المتغير example object، واحفظه في file object اللي انا حددته في المتغير في اللاين رقم 5. طبعا هيحفظه في file object اللي اسمه data object. بعده هنا بقول له الفايل اوبجكت، الملف اللي انا فتحته هنا كلوز، اغلق بس. ده عملية لكي تتم عملية الحفظ. لنرى كيف تتم عملية الحفظ، نضغط على run، كليك على run. هنا اداني process finished with execute zero، ونرى هنا تم عمل الملف عندي في البايثون بروجكت اللي تم عمله هذا الفولدر او هذا المجلد اللي تم عمله بواسطه البايثون شارم اديتور، وعمل هنا لي الملف داتا اوبجكت اللي هو الملف ده داتا اوبجكت، وكتبه بالوورد باينري. طيب لو حبيت استدعي محتوى هذا الملف، طبعا محتوى هذا الملف هذه القائمه. طيب اريد ان استدعيها مره اخرى، نضع هنا import pickle كما هي، ونحذف هذا السطر ونبدأ في التعديلات. نقول هنا file object open data object، لكن لن نستخدم المعلمة الثانية write binary، ولكن هنستخدم read binary، اقرأ الملف read binary، اقرأ الملف الثنائي. بعد كده لن نستخدم pickle dump، ولكن هنغير pickle dump إلى pickle load، يعني حمل لي الملف. وطبعا هنا لسنا في حاجة إلى الـ example object لأن الملف ده مش موجود، المتغير ده ليس موجود، لأن متغير example object تم حذفه فليس هناك داعي لهم. ونستخدم هنا اسم الملف، مثلا هنا نقول file example equal يساوي pickle. هنا يبدأ في تحميل الملف file object اللي أنا حددته في اللاين 3 ويحمله في المتغير file example. وهنا file object اللي انا فتحته يتم غلقه من على وسيط التخزين، ونبدأ هنا في اخذ محتوى الفايل object وضعه في المتغير file example. بعد ما ياخده في file example اصبح لنا موجود في الذاكرة هنا، نستخدم هنا print، اطبع امر print ويطبع الفايل example الموجود هنا، اضغط عليه دبل كليك واسحب مع كنترول واجيب اسم الملف هنا، يبدا عمل لي نسخه منه. نضغط على رن ونرى النتيجه. هنا طبع لي القائمه بايثون 3 كي دي اي 5 ويندوز 10. طبعا هذا هو محتوى الملف النصي اللي سبق تخزينه هنا بالامر السابق. ده كان عمليه استرجاع الملف مره اخرى. ده طبعا شرحت كده في المرة الأولى عملية حفظ الملف، والمرة الثانية عملية استرجاع الملف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.